الاختصاص ديالو في تدبير الجلسه. اظن اننا غندوزو الدوره ديالنا في تدبير الجلسه. اظن اننا غندوزو الدوره ديالنا في امان الله وحفظه. النقاش الثنائي لحد الان مازال كنانسيستي واضح لكم الساده المستشارين بكاملهم، يعني لا اعضاء المكتب ولا الساده المستشارين خارج اعضاء المكتب والساده المستشارات ايضا، انه المداخله راه رئيس لكي يسير الدوره. ناخذ الكلمه ديالنا وكنغم عاوتاني انا كنانسيستي عليها بور لا تروزيام فوا، هو التعليق والتعليق المضاد ما ندخلوش فيه. مجرد انني درت الكلمه ديالي الرئيس يجيب نخليه حتى يكمل، اذا كانت عندي شي حاجه نوطيها، ما نجاوبش ردود الفعل ترتب ردود افعال اخرى. وهنا فين كيتم النقاش كما قلت الحيثيات ديال ما تم بين زهر السلاك والاستاذ بايا ما سمعناش حكم انه كانت بزاف ديال سميتو، ولكن على اي اتمنى من الساده المستشارين بكاملهم انهم يلتزموا بالسلطه، شوف السلطه ديال رئيس الجلسه فقط، هادشي اللي كنطلب، وهذه داخله في ليزابيسي ديال النظام العام. شكرا. شكرا.